السؤال الرابع اللي اتسلم، اتفضل يا جهاد. هنشوف اخر سؤال موضوعه ايه. جهاد، والسؤال الرابع في العلم. قبل ما اسال السؤال عايز اقول وعايز اشكر الحقيقه عيلة سالم على اشتراككم معانا برنامج العباقره. احنا انبسطنا جدا بوجودكم معانا وانضمامكم لعيلة العباقره. كلنا نحيي عيلة سالم. اخر سؤال علم. علم، والسؤال هو جغرافيا. يقع جبل الريحان بإحدى دول شمال إفريقيا، فما هي؟ سبع ثواني. منار. الجزائر. يا منار، للأسف الشديد إجابة خاطئة، مش الجزائر. ميرنا. المغرب. المغرب، نقيته الجزائر والمغرب. يا منار، انت في الاول كنت بتقولي تونس وبعد كده قلتي الجزائر. المغرب اجابه خاطئه، زي ما منار قالت الاجابه الصحيحه تونس. هارد لك يا منار. افضل لاعب في ماتش النهارده ب 55 نقطه ميرنا.